السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم على قناة ميس نسمة فور إنجليش لسنس. توداي راح نكملوا مع دروس سنة الثانية ثانوي كل الشعب الخاصة بوحدة ميك بيس. قلنا هذه الوحدة هي الوحدة الأولى بالنسبة للشعب العلمية، تقنية رياضية السير واقتصاد علوم تجريبية رياضيات إذا، وهي كذلك الوحدة الثانية بالنسبة للأدب والفلسفة ولغات أجنبية. نكملوا مع بيج 41 صفحة 41 بعد ما درنا الصفحات اللي قبلها، شاهدوها راح نخلي رابطها أسفل هذا الفيديو. إذا صفحة 41 سنقوم بحل هذا التمرين. write it right، اكتبها صحيحة. so write it right. we have this one، هذا عبارة عن شعر poem. راح نكملوا نكتبوا في هذه الفراغات ونكملوا هذا الشعر. Now الموضوع تاع هاد الشعر هو حول prejudices. prejudice اللي هو التعصب، منين تكون عندنا false opinion ولا false idea about others، تكون عندنا فكره خاطئه حول الاخرين. مثلا نفكروا دائما انه المراه ما تقدرش تكون قويه، ما تقدرش تكون عندها الشجاعه، ما تقدرش تكون عندها الحكمه. مثلا عندنا افكار كيما هكا، نقولوا الرجل هو اقوى من المراه، المراه ما تكونش قويه مثلا. سو حنا راحين نحاولوا نمدوا فكره عكس هاد الافكار، نقولوا باللي المراه تقدر تكون قويه، تقدر تكون شجاعه، تقدر تكون حكيمه. اوصو عندنا افكار انه الراجل مان ما يقدرش يكون مثلا لطيف، ما يقدرش يكون سوفت ناعم فور اكزامبل، ما يقدرش يبكي. سو راح نمدوا افكار مثلا عكسها. هنا تاني عندنا elderly people اللي هما الناس الكبار في العمر. مثلا عندنا افكار سائدة خاطئة انه الناس الكبار في العمر دايما مرض، ما يكونوش صحيين، ما يكونوش اقوياء، ما يقدروش يخدموا. قد تاني عندنا افكار حول young people، الناس الشباب الاطفال for example sorry الشباب، ما يقدروش يكونوا مثلا حكماء، ما يقدروش يكونوا مثلا عندهم الجدية في الاعمال تاعهم and so on. قد سنحاولوا اننا هاد البريجوديسز الافكار الخاطئه نمدوا، نقولوا باللي تقدر تكون هناك افكار عكسها، يعني المراه تقدر تكون قويه، الرجل يقدر يبكي ويبقى رجل، الكبار في العمر يقدروا يعملوا بجد ويقدروا يكونوا ثاني عندهم القوه. سو كذلك الاطفال الشباب يقدروا يكونوا عندهم الحكمه وعندهم الشجاعه. ناو عندنا نقراو هذا السؤال واش يقول. Imagine, تخيل, you entered a UNESCO competition for writing a poem against prejudice. So, تخيل أنك دخلت في منافسة competition خاصة باليونسكو for لكتابة for writing so لكتابة a poem شعر قلنا ضد هاد prejudice هاد الأفكار التعصبية الخاطئة. Complete the blanks كملوا الفراغات in the poem في هاد الشعر بلو. To denounce prejudice اللي هو قلنا false opinion about others اللي هي كما قلنا هي الفكرة الخاطئة حول الآخرين. نحاولوا ناو نمدوا لكم عدة خيارات وانتم خيروا كتبوا كما تحبوا. سو ناو عندنا number one here، حاول نبدأ مع المرأة woman. So do you think a woman can be tall and strong؟ هل تعتقد أن المرأة تقدر تكون tall طويلة and strong وقوية؟ question mark. إذن هنا الجملة راح يجي عبارة عن أسئلة، لأنه في الأخير راح نقوله إذا كان كنت تأمن بهذه الأسئلة سو ماذا تستحق وماذا تسمى في الأخير. إذن هذا راح يكون عبارة عن أسئلة، هذه الجملة فقط هي ماذا يستحق الشخص اللي يأمن بهذه الأسئلة. good. إذن قلنا do you think a woman can be tall and strong، هل تؤمن وتعتقد أن المرأة تقدر تكون قوية tall طويلة وقوية. هنا do you think she can، واش تعتقد، مش نقدروا مدو كهنا كمثال for example، نقدروا نقولوا do you think she can be pretty and strong، هل تعتقد أنه تقدر تكون pretty جميلة and strong وقوية. مثلا also do you think she can be courageous and strong، تقدر تكون شجاعة وقوية. do you think she can be مثلا powerful and strong، تاني نفس المعنى قوية powerful عندها القوة strong. مثلا also do you think she can be brilliant مثلا and not wrong، تقدر تكون brilliant المرأة تقدر تكون نابغة وليست خاطئة مثلا في الأفكار تاعها.
إذن هنا نقدروا نخيروا ونكتبوا واش نحبوا. Here also, do you think she can be a good mother and a good worker? مثلا هل تعتقد باللي المرأة تقدر تكون أم جيدة وفي نفس الوقت عاملة جيدة؟ هذا بالنسبة للمرأة. تقدروا تمدوا أمثلة أخرى. مهم تفهموا المعنى. مثلا هنا تاني تقدروا تقولوا Do you think she can be confident and strong? Confident يعني عندها confidence اللي هي ثقة في النفس. تقدر تكون واثقة من نفسها و strong good وقوية في نفس الوقت. هذا بالنسبة للمرأة. Now الرجل, what do you say? Do you think a man can be small and pretty? تقدر تأمن أن الرجل يقدر يكون small يعني صغير قصير and so on, و pretty وجميل beautiful handsome and so on pretty. For example هنا واش نقولوا؟ Do you think he can cry and still be considered as a man? هل تأمن أن الرجل يقدر يبكي قدام صحابه ونسوان ويبقى يعتبره كرجل؟ For example, do you think he can مثلا speak softly and still be considered as a man? يقدر يتكلم بنعومة ونسوان ويبقى يعتبره كرجل؟ إذن هذا بالنسبة للرجل. Now بالنسبة للألدرلي بيبول الناس الكبار في العمر. Do you say here do you think the elderly people can for example work hard? هل تعتقد إنه الناس الكبار في العمر يقدروا يكون sorry يعملوا بجد؟ Question mark. For example here do you think they can be مثلا healthy and powerful? يقدروا يكونوا صحيين و powerful أقوياء عندهم الباور عندهم القوة. Question mark. Also here for young people, أطفال sorry شباب قدروا نقولوا do you think young people can be young and wise يعني يكون صغير في العمر ويكون عنده الحكمة wise حكيم. Do you think they can be for example brave and patient? Brave شجعان و patient يعني عندهم الصبر. For example do you think they can be smart and wise? Smart يعني أذكياء و wise يعني كما قلنا حكمة. For example, do you think they can be ambitious and serious? Ambitious طموحين و serious جديين. So هذا بالنسبة ل young people. Do you think they can be ambitious and serious? Now إذا كان كنت هنا تقول yes 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 and so on تأمن باللي المرأة تقدر تكون قوية الرجل يقدر يبكي كما قلنا. إذن الناس الكبار في العمر يقدروا يكونوا تاني صحيين الأطفال والشباب sorry الشباب يقدروا يكونوا كما قلنا حكماء جديين طموحين. إذا كنت أمن بهادو yes معناتها أنت ضد prejudice أنت ضد التعصب ومعناتها نقوله هنا if you do إذا كنت هنا yes تأمن so then إذن you deserve أنت تستحق. واش يستحق الشخص اللي يأمن بهادو واش يستحق تقدروا نسميوه انت so you deserve to be considered as a rare person. تقدر اذا تستحق انك تعتبر كشخص نادر or for example you deserve to be an unusual human being اذا شخص غير عادي لانه بزاف الناس ما يامنوش بهذه الافكار. إذن هذا هو الفيديو تاع اليوم إن شاء الله يكون فادكم وما تنسوا تشوفوا الفيديوهات السابقة ودعموا القناة باللايكات والاشتراكات و thank you very much for your comments. شكرا جزيلا على تعليقاتكم هي تشجعني بزاف. Thank you very much and goodbye. إلى اللقاء.